هذا السائل سين عين من الحدود الشمالية يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحتفظ بحيوانات برية منذ سنوات في سياج متواضع وخوفا عليها من الانقراض، ولكنني غير موفق في حياتي فلم أتوظف. يقول: فهل لحبسي هذه الحيوانات سبب في ذلك كما يقول أصدقائي وأهلي؟ لا حاجة إلى حبسك لهذه الحيوانات وأنت فقير ومحتاج، لأنك لا تستفيد من ورائها. أما حبس الحيوان في حد ذاته إذا قمت بمتطلباته من الماء ومن القوت الذي يحتاجه، فإذا أمنت له ما يحتاجه من الماء والقوت والمكان المناسب فلا حرج في ذلك. إلا الكلاب، الكلاب لا يجوز اقتناؤها أو جعلها في البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإنما يباح اقتناء الكلاب لأحد ثلاثة أمور كما رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إما لحراسة الماشية، وإما لحراسة الزرع، وإما للصيد إذا كانت معلمة، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب. نعم.